السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة بناء على طلب حضراتكم هنتعلم ازاي نقدر نفتح الموبايل لو نسينا النقش أو الباسورد بطريقة سهلة وبدون فورمات أو روت وبدون فقد أي صور أو أي فيديوهات وبدون حاجة لفرمطة الجهاز أو لعمل سوفت. والطريقة دي ناجحة جدا جدا جدا، ولكن تابع معايا الشرح للنهاية. اول حاجة هنبدأ ندخل النقش او الباسورد بالشكل اللي قدامنا ده. هيبدأ يقول لي النقش خاطئ او الباسورد خاطئ او كلمة المرور خاطئة. هنبدأ نجرب مرة تانية بالشكل اللي قدامنا ده. هيبدأ يقول لي النقش خاطئ مرة تانية، وهنبدأ نجرب مرة تالتة بالشكل ده. هيبدأ يقول لي النقش خاطئ او الباسورد خاطئ، والطريقة دي للاتنين عادي جدا. هنبدأ نلاقي حاجة اسمها مكالمة الطوارئ تحت، هنبدأ نضغط عليها وهنبدأ نكتب الكود ده، ولكن تكتب الكود بشكل صحيح وما تكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم. والطريقة دي مجربة وطريقة ناجحة جدا جدا جدا، وياريت نشيرها لأصدقائنا ولأصحابنا علشان الكل يستفيد وعلشان نقدر نفيد أكبر عدد ممكن. وياريت رأيك في خانة الكومنتات لأنه يهمني جدا جدا جدا. هنضغط على شباك 1 9 بالشكل اللي قدامنا ده. اهم حاجة تكتب الكود بشكل صحيح وما تكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم. وياريت تشير الفيديو ده لكل اصدقائك ولكل اصحابك علشان الكل يستفيد، علشان في ناس كتير جدا بتقع في نفس المشكلة وبيضطروا يفرمطوا الجهاز او يعملوا له سوفت بتكلفة عالية. 4 وياريت تجربها مع اصدقائك ومع اصحابك، هتلاقيهم بينبهروا بشكل كبير. 9 وبعد كده هنضغط نجمة بالشكل اللي قدامنا ده. واحد 5 وبشكركم جدا على كومنتاتكم الجميلة في الفيديو الأخير، وبسعيد جدا لما حد يقول لي الطريقة نجحت معايا. بشكركم جدا 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 على تفاعلكم المستمر في الفيديوهات الأخيرة. 4 1 وبالنسبة للناس اللي بتقول لي حضرتك بتتجاهل الكومنتات بتاعتنا، أنا بقرأ كل الكومنتات وبعمل عليها كمان قلوب، ولكن أكيد الأولوية لطلب الفيديوهات للمشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس وأكيد عاملين لايك على الفيديوهات، وبالتالي أي فيديو بيطلبوه أكيد بعمله بشكل سريع جدا جدا جدا. 1 وبشكركم مرة تانية على كومنتاتكم الجميلة في الفيديوهات الأخيرة. ولو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة فعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، وياريت تقول لي رأيك في خانة الكومنتات لأنه يهمني جدا جدا جدا. 6 وياريت نجرب الطريقة دي مع أصدقائنا ومع أصحابنا لأنها طريقة جميلة جدا جدا جدا. 4 7 0 بشكل ده. 9 1
4. وأحب أكد إن في بعض الأحيان الكود ده بيشتغل من تاني مرة، ونادرا لما يكون الموبايل قديم شوية بيشتغل من تالت مرة، ولكن في معظم الموبايلات بيشتغل من أول مرة عادي. لو الموبايل قديم شوية بيشتغل من تاني أو تالت مرة. 3 4. تمانية. وبعد كده هنبدأ نضغط على 7 8 5 4 ونضغط على شباك، ونبدأ نضغط على الباور بالشكل ده، ونبدأ نعمل إعادة تشغيل للموبايل مش إيقاف تشغيل. وأحب أكد إن الكود ده في بعض الأحيان بيشتغل من تاني أو تالت مرة، لأن الكود ده لبعض أنواع الموبايلات مش لكل الموبايلات. طيب لو الكود ده مناسبش نوع الموبايل بتاع حضرتك، حضرتك بتسيب لي نوع موبايلك بالتفصيل في خانة الكومنتات تحت، وأنا في أقرب وقت ممكن هسيب لك الكود الخاص بنوع هاتفك في خانة الكومنتات. ولكن أكيد الأولوية للمشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس، وأكيد عاملين لايك على الفيديو. لو الكود ده مناسبش نوع الموبايل بتاع حضرتك، انتظر الفيديو القادم، ولكن سيب نوع موبايلك بالتفصيل في خانة الكومنتات تحت. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. سلام.